احتفالا بأوائل الثانوية العامة في حضور نخبة من العلماء المصريين، وكانت حقيقة احتفالية جميلة ومحترمة جدا. فارس كان في وعد ليه من جامعة نيو جيزة انه ياخد منحة يكمل او يدرس فيها الطب، لان هو كان واقف على دراسة الطب على نص درجة او درجة تقريبا، ونتيجة لظروفه المرضية ونتيجة لانه محارب سرطان ما قدرش، انه يعني ايا كان السبب لكنه بطل ومكافح وعظيم فارس. كانت المنحة مشروطة أو مقترنة بأنه يجتاز الشروط المؤهلة. الشروط المؤهلة أنه بيعدي اختبار معين في اللغة الإنجليزية، وبيبقى فيه اختبار قبول بيتم في الجامعة. كاميرا مصر تستطيع كانت متابعة مع فارس لحظة بلحظة اجتيازه للاختبارات، وعاوزين نبشر حضراتكم مبروك لفارس، مبروك لينا، تم قبول فارس في كلية الطب جامعة نيو جيزة. بشكر جدا دكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة على تبنيه لهذه الحالة الإنسانية. مبروك لفارس وأبو فارس، وإن شاء الله تبقى أكبر وأحسن دكتور في مصر. مش متأكد هو اسم ولا صفة، يعني كان إيه اللي في ذهن والده وهو بيسميه فارس؟ هل كان عارف إنه مش هيقل عن الفرسان في نبلهم، وإنه هيخوض حرب ويواجه وحش كاسر يستقبل منه ضربات ويقع ويقوم ويقع ويقوم، ومع كل وقعة حلمه بيكبر وأمله بيزيد ويقينه بالله بيقوى، ومع كل قومة بيبص في عين أبوه وأمه وبيجدد الوعد. الوعد إنه يبقى محارب سرطان بيقوم بدورين في الحرب، مريض وطبيب. أيوة، السرطان اللي بيحاربه وهو مريض هينتصر عليه وهو طبيب، والدرجتين اللي فرقوا بينه وبين حلم كلية الطب بقوا ماضي خلاص. جامعة نيو جيزة سلمت فارس محارب السرطان وطالب الثانوية العامة المتفوق منحة لدراسة الطب. أكيد زي أي حد في الدنيا، يعني كل واحد له حلم. انا كان حلمي ان انا ادرس طب بشري، كان طموحي الاول طب الزقازيق، ثم الحمد لله يعني مجموعي ما جابش الحمد لله. طبعا جالي اول لما عرفت منحه نيو جيزه، يعني كنت في قمه سعادتي، استلمت المنحه في العالمين في برنامج مصر تستطيع. الحمد لله يعني حصلت على المنحه وكنت في قمه سعادتي الحمد لله. وانا حابب اشكر برنامج مصر تستطيع من اول فريق الاعداد الاستاذ احمد فايق. بطلنا النهاردة فارس أيمن فارس. فارس هو محارب سرطان وجايب مجموعة كبيرة، الله أكبر عليه، والحمد لله ربنا وفقه. نفسك في إيه يا فارس؟ إن شاء الله يعني إن شاء الله طب بشري إن شاء الله. طب وأنت بينك وبين الطب كام درجة؟ تقريبا 2% يعني إن شاء الله. 2% يعني مش هتقدر تدخل جامعة حكومة؟ ها؟ لا ممكن لا. فممكن لا المجموعة ما يجيبش. طيب كان في جواب جاي لفارس، حضرتك هتقرا الرساله دي. احنا فخورين بيك لانك تحديت الظروف الصعبه اللي مريت بيها، ولانك بطل وعمرك ما عرفت معنى الياس. احنا عارفين انك بتحلم تدخل كليه الطب وتتخصص في علاج الاورام علشان تساعد غيرك انه يتعالج من نفس المرض اللي انت انتصرت عليه، وعلشان كده يا بطل يسعدنا ويشرفنا في جامعه نيو جيزه إننا نقدم لك منحة دراسية متكاملة للالتحاق بالجامعة الدراسية كلية الطب، علشان تكون جزء من حلم سعيد سنين لتحقيقه. مرة تانية فخورين بيك، وكل الدعم ليك وكل الاحترام والتقدير لأسرتك اللي كانت في ظهر طول الوقت. أهلا بيك في جامعة نيو جيزة، ونتمنى لك اجتياز الشروط المؤهلة للالتحاق بالطب. يلا تحية كبيرة للدكتور فارس. حابب اشكر رئيس جامعه نيو جيزه الدكتور احمد سامح فريد، الله يبارك له والله يديله الصحه يا رب ويطول في عمره.
دكتور يعني إنسان ما شاء الله عليه، يعني ليس فيها أي نوع من المجاملة أو أي نوع من الأهداف، إنما هو فارس الحقيقة يستحقها، وهو جايب مجموع من وجهة نظرنا احنا ومجموع كافي جدا إنه يؤهله لدراسة الطب. فارس نفسه يبقى أحسن، فارس نفسه يبقى دكتور كويس، فارس عنده الشغف للنجاح، من غير شغف للنجاح لن ينجح حتى لو جايب 98%. عمر ما كانت النمر اللي الواحد بياخدها في الثانوية العامة في الامتحانات هي معيار النجاح. معيار النجاح في الحياة هو رغبتك في النجاح، الشغف للنجاح، وده اللي احنا لمسناه في فارس ولمسناه في عينيه قبل ما يتكلم. أنا حلم الطب، ثم قلت هتخصص إن شاء الله قسم الأورام، ده مجال لإني لمسته يعني بإيدي سنة ولا سنتين كمان في قلب المجال مع الدكاترة ومع المرضى، لاني كنت مريض سرطان، كان عندي سرطان في العقد الليمفاويه في القولون وانا في اولى اعدادي او تاني اعدادي تقريبا يعني، فمجال لمسته حبيته يعني، شفت الشفقه والحزن وكسر رافعين الناس، لان الكيماوي قبل ما بينفع بيضر، فحابب ان انا ادخل في المجال واتعمق فيه ان شاء الله يعني، محاوله ان انا اكتشف يعني ان شاء الله يعني علاج ما يضرش ان شاء الله يعني. رغبته في النجاح دي هي اللي مكنته ان هو يجيب 90%، هي اللي مكنته ان هو يتغلب على المرض اللي جاله، هي اللي هتخليه في حياته ان شاء الله وباذن الله يبقى شخص ناجح جدا. ونتمنى ان كل الناس اللي موجوده هنا النهارده تشوف فارس في يوم من الايام طبيب عظيم ناجح كبير، يبقى ساعتها احنا راضيين وحققنا الرساله اللي من اجلها التعليم موجود اساسا. شكرا فارس، شكرا أسرته، شكرا دكتور أحمد سامح فريد، شكرا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14.99 جنيه، وباقات سنوية بتبدأ من 149.99 جنيه.